شايفين ده كده؟ هستعمل جزء منها وهنزله على لسان عصفور. ليه؟ لان انا مش عايزه اهدر ابدا الطعم ده، ده حرام يروح، فهستغله في ان انا اطعم بيه الكرفس والجزر اللي هيدخلوا في البيس او اللسان عصفور. هبدا على طول اضيف البصل، كرفس والجزر، وده يعتبر بداية أي نوع من أنواع الطهي سواء كان الفرنساوي أو الإيطالي، وفي إيطاليا أعتقد بيسموه سوفريتو. طعم كله يعني مركز، ده تركيز الطعم كله بتاع البط، فبالتالي حرام إن أنا يعني أهدره أو أرميه. كده ابقى استغليت كل نقطه. حط ورق اللورا كل نقطه من الوصفه. هاخد المكونات دي وهضيفها على الحلة اللي أنا هعمل فيها لسان عصفور، لأن أنا خلاص أخدت كل الطعم اللي أنا عايزاه من الطاسة اللي أنا عملت فيها البط. وما استعملتش دهون زيادة، دي حاجة مهمة برضو. هاخد لسان عصفور وانزل هنا، هبقى محتاجه اضيف شويه ملح، انزل هنا كمان شويه، وازود شويه في التتبيله علشان طبعا كميه لسان العصفور هتشرب من الطعم ومن السيزنينج، ولكن ده هيكون بعد لما اضيف المزيج المتبقي ليا من البط. بصوا بقى شكله عامل ازاي، هوريكم قبل اضافه الشوربه. عباره عن الدهون كلها، هوريكم شكله كده. الطعم كله، الطعم المركز للبط. الطعم كلها. طبعا انتوا لكم ان تتخيلوا كم الطعم اللي هيبقى موجود في الوصفه دي ايه، كله واخد من بعضه، فاكيد هيبقى حلو ان شاء الله. هضيف هنا الشوربه. جالي وردني معلومة ان البط غني بأوميجا 3 و6، وطبعا احنا كستات دايما بندور على الفيتامينات وبنروح نشتري فيتامينات، ومنها الأوميجا 3 و6 اللي هم احسن حاجة للشعر والبشرة. فيعني مش قادرة قوي اشجعكم ان انتوا تاكلوا بط كتير، بس يعني لو هتاكلوا بط تعرفوا ان هو مفيد. كده لسان عصفور، هضيف شوية عصير برتقال، وعلى نار هادية بقى أسيبه إيه يستوي لحد ما يستنى البط اللي جايله من الفرن. هجيب الغطا وأغطيها، اتاكد ان درجه الحراره واطيه مش عاليه علشان ما تتحرقش وما تلزقش. ريحه تجنن، حلوه بجد.